اهلا بيكم من جديد. هنبتدي نهارك عالمي من مانشستر سيتي واللي واصل انتصاراته في الدوري، والمره دي على حساب ساوثهامبتون باربع اهداف دون رد على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجوله العاشره من الدوري الانجليزي. بيب جوارديولا مدرب السيتي قرر ان هو يدخل المباراه بالقوه الضربه بعد اراحه في الفاضن وكيفن دي بروين قدام كوبنهاجن في دوري ابطال اوروبا. اهداف مانشستر سيتي الاربعه سجلهم جواو كانسيلو وفي الفاضن ورياض محرز وارلينج هالاند. هالاند طبعا وصل تالقه وتسجيله للاهداف وبهدفه امبارح اصبح وصل الهدف رقم 15 في الدوري الانجليزي الموسم ده بعد 9 مباريات فقط، اجمالا 20 هدف في 13 مباراه لعبهم مع السيتي في كل البطولات. بالفوز ده السيتي بيرفع رصيده للنقطه ال 23 في صداره الدوري مؤقتا في انتظار مباراه ارسنال وليفربول النهارده باذن الله. احمد، تتوقع مباراه ارسنال وليفربول هتنتهي ازاي؟ والله ليفربول في أسوأ حالاته، لكن يعني ممكن نتخيل كده ان ليفربول دايما كعبه عالي على ارسنال، فممكن يعمل نتيجه ايجابيه النهارده يخرج من الكبوه الكبيره. ده تمني ولا توقع؟ امتدت لوقت طويل. الاثنين. انا اتمنى طبعا ان صلاح يرجع مره ثانيه، يعود مره ثانيه للتهديف. الفرقه بتاعته دايما كده، حتى لو هو ما كانش بيسجل بس الفرقه ماشيه كويس، بيبقى عنده دافع اكتر، الاجواء بتبقى مهيئه اكتر ان هو يحرز في المباريات اللي بعدها. صحيح، وارسنال النهارده لو كسب هيبقى اعلى كمان بنقطه من سيتي، يعني بس اعتقد ان مانشستر سيتي لا هيفضل متصدر شويه. حلوين، هو لو تصدر مش هيسيبها، دي حقيقة.